نتحدث مشاهدينا الكرام، أعود مرة أخرى ضيفي من القاهرة فياض النعمان وكيل وزارة الإعلام. أهلا بك معنا سيد فياض. استمعت إذا هذه الإحاطة، كيف تعلقون عليها والنقاط التي تم ذكرها؟ طبعا الإحاطة وضعت الخطوط الواضحة والعريضة على ما تم من قبل الحكومة اليمنية، والتي تعاطت بشكل إيجابي مع كل ما يتم طرحه في أروقة مجلس الأمن ومكتب المبعوث الأممي من أجل تمديد الهدنة الإنسانية ووضع مصلحة المواطن في قمة هرم اهتماماتها في مقابل الميليشيات الحوثية. لأول مرة المبعوث الأممي يؤكد في إحاطته بأنها رفضت المقترحات، لكن للأسف الشديد المبعوث الأممي لا يزال لم يكن واضحا أيضا بوضع ما هي الشروط التي تقدمت بها الميليشيات الحوثية، والتي على ضوها انعكس في عدم تمديد هذه الهدنة. أيضا المبعوث الأممي تحدث وقال بأن الهدنة أو الالتزامات التي تقدمت بها الحكومة اليمنية لا تزال سارية، من خلال السمح بتسيير رحلات جوية من مطار صنعاء إلى الأردن، وأيضا دخول المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة. في المقابل الميليشيات الحوثية لم تلتزم ولن تلتزم ولن يحقق أي تقدم في هذا المسار في ظل هذه الإجراءات الرخوة والضعيفة التي يبذلها المجتمع الدولي والمبعوث الأممي في هذه الناحية. أعتقد بأن المجتمع الدولي اليوم أصبح مكشوفا بشكل واضح بأنه يدير أزمة ولا يحل هذه الأزمة بشكل وفق المرجعيات. طيب وأيضا سيد وفق فياض، ميثاق بعد هذه المتحدة، الكلمة وهو هل ما ينعكس تتوقعون بشكل تمديدها؟ سلبي على حياة المواطنين. نعم، بعد هذه الكلمة أو هذه الإحاطة، هل تتوقعون تمديد الهدنة؟ طبعا تمديد الهدنة لن يتم في ظل هذه الإجراءات التي يتبعها المبعوث الأممي في التدليل للميليشيات الحوثية، إلا إذا في حالة شرعنة الميليشيات، شرعنة المجتمع الدولي للمشروع الحوثي وانقلابه على الدولة وتبريره من كل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق اليمنيين وبحق دول الجوار. وبالتالي أعتقد بأن المبعوث الأممي اليوم حتى فشل الهدنة حاول أن يسوق لمشروعه ولنفسه بعيدا عن القضية الحقيقية التي أتى من أجلها إلى اليمن، وهي إنهاء الحرب وعودة الأوضاع إلى ما قبل الانقلاب وفق المرجعيات الأساسية الثلاث. طيب سيد فياض، كيف ترون النقطة التي ذكرها من خلال زياراته إلى أبو ظبي ومسقط لمناقشة سبل تجديد الهدنة، وأيضا كذلك الرياض، كيف ترى هذا الحراك الدولي والإقليمي والخليجي لتجديد الهدنة؟ في المقابل هناك رفض تام من قبل ميليشيات الحوثي. طبعا الدول الداعمة للحكومة اليمنية المتمثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كانت لها جهود إيجابية من أجل التقدم في ملف الهدنة، لكن العائق الحقيقي في التمديد وهي طهران التي ترفض تمديد الهدنة وعدم إعطاء الضوء الأخضر لأدواتها في اليمن من أجل استغلال الملف اليمني لتحقيق مكاسب سياسية على الملف النووي أو على المقايضات الحاصلة والانتفاضات الدائرة داخل النظام الإيراني. وبالتالي
أعتقد بأن التحرك لا يجب أن يكون إلى الرياض وأبو ظبي، فالرياض وأبو ظبي موقفهم واضح وداعم للحكومة وداعم للسلام. يجب أن يتم التحرك والضغط الحقيقي على طهران التي تعمل على تحريك هذه الجماعة بريموت كنترول، ولا يمكن أن تتقدم خطوة واحدة سواء في السلام أو في الحرب إلا بموافقة من الغرف المغلقة والمظلمة في قم وطهران. في نفس السياق، مسألة إيران في دقيقة واحدة سيد فياض، ذكر المبعوث أن أنصار الله قدموا طلبات إضافية لم نستطع تلبيتها. كيف يعني تعرجون على هذه النقطة ورفض ميليشيات الحوثي واستغلال الهدن من خلال الطلبات والشروط التي تقدمها حتى يتم هذا تجديد الهدنة؟ طبعا المبعوث الأممي لم يتطرق بشكل واضح لما هي الطلبات، لكن الطلبات التي تقدمت بها الميليشيات الحوثية للمجتمع الدولي بأن تقوم الحكومة اليمنية بدفع رواتب الميليشيات العسكرية والأمنية التي تقاتلها في الجبهات، وهذا غير معقول وغير مقبول في ظل نهب ما يزيد عن 80% من إيرادات اليمن الاقتصادية التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية. وبالتالي أعتقد بأن هذه الشروط لا يمكن أن تمر سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو الدولي. وبالتالي شكرا جزيلا لك. كان معنا من القاهرة مباشرة فياض النعمان، وكيل وزارة الإعلام.